هلو هاي، ايه الاخبار؟ لا انا لسه في الشغل. لا ما اظنش هلحق، قدامي 4-5 ساعات كده عقبال ما اخلص. تقرير المعمل الجنائي بيقول ان هند علي الاباصيري اغتصبت الساعة 5:22 دقيقة يوم 20 أغسطس 2011 بعد أن تم تخديرها، وأفاقت الساعة 5:45 دقيقة بعد أن أفاقها حسن عبد المنعم عامل البوفيه. وتبين لنا أنه تم إتلاف كاميرات المراقبة بحرفية، وأنها تعرضت لعنف شديد نتج عنه تهتف في الجهاز التناسلي. دخلي متهم الأول. الاسم والسن والمهنة والعنوان. حسن عبد المنعم يا باشا، 33 سنة، عامل بوفيه بالشركة وساكن في 12 حارة الزقاق بالشربية. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ كل خير يا باشا، كل خير. الأستاذة هند خيرها علينا كلنا، وكلنا كنا بنحبها يا باشا. بما انك المسؤول عن البوفيه والمجني عليها اتخدرت بمخدر في العصير، تقول ايه؟ سعادة الباشا، لسه هند عمرها ما كانت بتشرب حاجة من البوفيه، هي طول عمرها بتجيب عصير مقفول من بره، وكنت بشغلها عندي في التلاجة. في حد كان بيدخل المطبخ غيرك؟ او بمعنى اصح، كان في حد بيفتح التلاجة غيرك؟ سعاده الباشا، مفيش قانون بيمنع حد من دخول المطبخ، والدليل على كده ان الانسه هند هي اللي اخذت العصير بنفسها من التلاجة. بس السرنجه اللي اتحقن بيها العصير عليها بصماتك. يا سعاده الباشا، انا عندي السكر وبدي الحقنه كل يوم لنفسي وبرميها في الزباله، حتى بقعد تعبان فتره كده بعد الحقنه يا باشا. ودي سيادتك الروشيتا، وده تقرير الدكتور. كنت فين وقت وقوع الجريمة؟ الأستاذ رامي كان عايز سجاير، نزلت أجيب له سجاير، ولما طلعت لقيت الأنسة هند في الحالة دي، وأنا اللي فوقتها سيادتك، وعم فتحي صاحب الكشك وأشرف بتاع الأمن يشهد على كده يا باشا. شكرا يا حسن. عفوا صاحب الكشك. الاسم والسن والمهنة والعنوان. عصام محمود الدرملي، 64 سنة، مدير عام الشركة، وساكن في 15 شارع اللاسلكي بالمعادي. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ انا مديرها في الشركة، والحقيقة ان انا بعتبر كل ولاد الشركة اولادي. المجني عليها قالت ان حضرتك عرضت عليها كذا مرة انكم ترجعوا البيت تكملوا شغلكم. حصل ده فعلا يا فندم. انا بعتبر هند من الموظفين المجتهدين جدا في الشركة، وكانت احيان كتير بتقعد في الشغل بعد ما بتخلص، وكانت فعلا بتصعب عليا، فكنت بعرض عليها ان هي تيجي عندي البيت وتخلص شغلها. وزي ما قلت لحضرتك، انا بعتبر ان كلهم اولادي. كنت فين وقت وقوع الجريمه؟ كنت في مكتبي بخلص بعض العقود المهمه. في حد يشهد على كده؟ الحقيقه مش عارف، لان انا مكتبي في الدور الثاني والسكرتاريه كلهم كانوا مشوا، وما اعتقدش ان كان في حد غيري في الدور. ليك اقوال ثانيه يا استاذ عصام؟ أي يا فندم، بما إنها جريمة اغتصاب فمستحيل يكون أنا. اشمعنى؟ أقول لحضرتك، أنا بعد ما اتجوزت وخلفت قامت حرب أكتوبر، والحقيقة إن أنا اشتركت في الحرب، وحصلت لي إصابة في منطقة حساسة تمنعني عن أي معاشرة جنسية. في حاجة تثبت الكلام ده؟ شريف ابني هيجي دلوقتي ومعاه كل الشهادات الطبية اللي تثبت الكلام ده. رامي أحمد الشريف، 28 سنة، مهندس كمبيوتر ومسؤول عن أجهزة الشركة، 34 شارع عدن، بالمهندسين. علاقتك إيه بالمجني عليها؟ زمايل مش أكتر. بس أنا أعرف إن آخر فترة كان في مشاكل بينك وبينها بسبب إن أنت كنت عايز تتقدم لها وإنها كانت رافضة. أنت قلت لها لو ارتبط بحد غيرك هتندمها؟ حضرتك، أنا مهندس وابن ناس، فأنا حتى لو قلت الكلام ده أنا مستحيل أعمل حاجة زي كده. الورق اللي قدامي بيقول إنك قعدت في مصحة نفسية 3 سنين.
ايوه مظبوط، بس انا كان عندي مشاكل كتيره في حياتي الفتره دي وجالي اكتئاب، وبعدين انا بعتبرها مرحله راحه مش اكتر. كنت فين وقت وقوع الجريمه؟ في مكتبي ببعت ايميلات، حتى حضرتك هتلاقي على السيستم ان انا بعت 12 ايميل في اوقات مختلفه في الفتره دي. سمعنا اقوال المتهمين وبناء عليه قررنا سماع اقوال الشهود. اسمك وسنك ومهنتك وعنوانك. اشرف علي زاده، 32 سنه، عامل امن بالشركه. الحقيقه انا اتفاجئت لما اتقطع الانسان على الكاميرات، وقعدت ساعه اتصل بالصيانه لحد ما صلحتها، بس كان حصل اللي حصل. شريف عصام الدرمالي، 35 سنه، طبيب اسنان. دي الاوراق اللي تثبت صحه كلام والدي. اسمي فتحي الشرقاوي يا بيه، عمري 45 سنه، صاحب كشك. عايز اقول ان الواد حسن جه يشتري علبتين سجاير وكان وش اصفر، وقلت له مالك يا حسن؟ قال لي تعبان شويه. تفتكر مين فيهم اللي عمل كده؟ عصام ولا رامي ولا حسن؟